إن شاء الله تعالى وحنك بالله بين آيات السجالات إلى آيات الشنيا اللواتنات وصورة الأنفالة بارك الله سبحانه وتعالى قلدي مؤمنينتي أنفال مكي بدر قوشي هلين وحيستو خلافين نفلي أنك عليه يا أنك عليه ومدلين هاي تلدي والغد عقاد النبي قال له ديبي بارك الله كوالا كويري نبي إسخلافك أي نفلك إسكو خلافين والسيدة مركو ألا قرقاك كابحي أي قيب كبيته النعباية تشبيده وهالك وكان لقو حوليها وقتي كشي وقتي وقتي بو ألا قرقاك كاساري يعيدكم الله إحدى طائفتين لبدا قول مدود وكوب بلنقاضي إذ تستغيثون مركا يعيدكم تاسي إسكو ميلكو تعلقي إذ وقتي بي أهيد وقتي قاسي وألا قرقاك كاساري هدي اذكر له سو قدرنا واسحوي اذكر بالحسوس نو شيء اذ وقت تستغيثون اد كغرغار طلبتين ربكم ربكم كغرغار طلبتين فاستجاب لكم الا اذن اجيبي اذن كو اجيبي باني اني امدكم وحا اذن كو غرمن اذن كو زيادين بالف كن من الملائكه ملائكته مردفين واستبجوا او استبى صعده وما جعله الله وما جعله مدد كملائكة ألا كميّل إلا بشرى بشارين مويان يولي تضم إن إني حسشو به قرمت كاتبة في قلوبكم ومن نصر قرقاركم ماءها إلا من عند الله معناه حوي قرمت كي ملائكة الأيدين كان إن قرقارك إيه السيدان ماءها إيه وابشاره إن قوشه ليسان بيت صالويهين إسلام أركان أي فلن يمدئ يعفصير إذن كبعضه لكن سيدا هديتها قرقارك إساق الله مبالي ملائكة محرنا وي قرقارك وحوي النبي الله محمد مركي ماشى تجاي مركي بدر للتجاي هو قال هذا فريه هذه أركي وكنن وهو بيسن يصدح بقوليه دورية طبعا بالمثل أنصاري وحي هايين لو بقولي يسد بيا ملهاس مهاجرين دوري سديت بيا هايين يو النبي مركي إسلت هذا الله بري هذا نمد إنت بروير الكودعين الله بري بإسلت هذا إلهي بري إلهي واحد إيش يبلغ قاد يوف إلهي واحد يبلغ قاد يسي ilaahu intana haday maanta dhimato adduunka lagu wax ku caabuda ma joogo oo bakr sidiiq waa wuxuu leeyahay rasuulullaah waa lagu aqbalay iska fududay xaaladda iska fududay nabi ilaahay maxamed markuu waa la aqbalay waa kan aqbalkii waa la aqbalay marka meesha la leeyahay baa alfi meelo malaa'ikad murdifina dagaalaha inta la og yahay waxa dagaal waxa badartay malaa'iktu dagaalantay marka suuratu aala imraan waxa weeye anni mumidukum bisalaatati صدحكم بان إذن كسو كردين منزلين اللي سويدة جيه هداد صبرتان دك دك إذن كوي مادان بخمسة آلاف مركا هداي تاسيتا هاي ملائكة اللي شيئا جيه إياتاني هداي اسكم مديهين سيدا اللوغي هاي وابدر وواح ملائكة استميده وحاوي مردثين لا سافصيريس بألف كونو من الملائكة وهر رعيه وآفرتين ملائكة وكونكي هوريه قام ياشا مردثين اسكدب الجمد مركا إلا شنكون أي كدانوي وإله بلان في سواء وفيه haddii la yiraahdo malaa'ikta aala cibraan lagu sheegay waxay maalintii u xidbayd waa loo balan qaaday marka sadigii markii kasoo bixi waayeen bayna oo imanay taasna waa mumkin waay marka bal aynu bedel inay tahay ku fasirro id waqti ka sheekay dadka uga sheeg tastaqituna ad baryaysan rabbakum rabbikum baryaysan oo fasajaba oo aqbalay rabbi lakum idinka idin aqbalay muxuu idinku aqbalay idinku jawaabay inni anigu أني أنيكم ممدكم وحال إذن كسيادين إذن ككورلين إذن كقرمن بألف كن ومن الملائكة ملائكة كمدا مردفون يستبتشوه إلا شنكني كقاران وما جعله الله وما جعله وما جعله ألا مداتك كميل قرمتك الله سبحانه وتعالى إلا بشرى بشارين مويان وإن تقوشها ليسانة يهر العيوتها يولي تضمئن إنا حسيسه به قرمتك سبب في قلوبكم حدينا السيدة أهينو أن قلبينا اللي وحسليني قرقارك الله إسكاله إيو قرقارك موضان إيو حيكف إليه الملائكتو قلبينا أتكان يواد علول أتكان إيسان بشارة إلى دوشه إليسان بينهم ومن نصر لكن قرقاركو إلا من عند الله ألا حق يسمويه ما أهاني ومن نصر قرقاركو ما إلا من عند الله ألا حق يسمويه إن الله الله سبحانه وتعالى عزيز في غالب أولي حكيم حكمة صاحبه شيء والبسيدة حكمة كوجك شيء بلا حكمة ما سمي شيء والبحكمة الله كما من الله سبحانه وتعالى مركا واحد نري سورة آل عمران ملائكة الله شاقي هدي بدر تهي قرد فينا لا فصير إيسا كن ملك وإسدبت شوقه
oo marka ilaa ay shan ku gaadaan ee waxa waayahan dambe la arkay dad farabadan waxa jira baa leeyahay ee dad farabadan dagaalkii badal baan ku jiray waxaan aragnay idi waxa ay nagu yiraahdeen aniga laftayda waa maqlay dagaalkii badal baan ku jiray markii la yiraahdo dadkii badal way tiray koobnaayo dhowr saddex boqol iyo waxbay ahaayeen adigu kuma adahay malaa'igtii baan ka mid ahaa buu ku leeyahay waa in badan baan aragnay marka waa khuraafad cajiib ah oo hirgashay wey asoo noqday waxa la yiraahdo dagaalkii badal baan ku jiray mid waxaa nabar la tusay nabarkaasi berigii buu igu dhacay mid idin baan aragnay marka waa khatar wey waa khatar masaladaas masalada dadka faafiya oo la dhex socda dadka waa inaan ogaano xaaladooda waxay tahay insha allahu tacaala id waqti bay ahayd waqtiga aad gargaar dalabteen gargaarka oo alla idin aqbalay halkii hore ku tacalluji yuqashiikum alla uu idinku daboolay annucaasa lulmu idinku daboolay amanatan aaminnimo darteed ayn cabsi idinku jirin oo minhu alla xaggiisa ka ahaatay wayunasilu alla wuu dejiyey calaykum dushiinna min asamaai samada xaggeeda maa an biyuu ka soo dejiyey muxuu biyaha uga soo dejiyey liyutahirakum inuu idinku dahiro bihi biyaha oo xadadkii akbar kahay kii asqarka ahaa labadaba iskaga dahirtaan oo yuriba uu tagsiiyo cankum xaggiina fijza shaytaani shaydaanka waswaaskiisa shaydaan baa ku waswaasinayo leh haddaad awliya alla tihiin waa kan warafaatantiin waa omantihiin iyo waliyarbida inuu alla adkeeyo oo fulaynimada ka bixiyo calaa quluubikum qalbiyaalkiina oo yusabita alla uu sugo bihi madarkaa iyo gargaarkaa alqadaama gumadihiin oo gumadihiina uu sugo laba macnayo bi keeniyo waxa weeye gumadihiina uu sugo idaan cararin ood sugnaataan iyo inuu gumadihiin sugo dhulka una idinla diisin dhulku idinla diisin macnaheedu waxay ahayd meel baa la degay gaaladii xagga shishay kasoo degeen badar meel marka oomana a la degay habeenkii meesha ay degeen iyo ceelka iyo badarna waxaa u dhexeeya dhul bacaada oo fardihii gaadiidka la wataa faras badan maba wadanin mid bay wateen lagu galayaanu la ordi karayn baa ka sokaysa markaasaa habeenkii shaydaan intuu wada dawaafay iyo wada janaabooday kulligood intii badnayd baa janaabootay shaydaan baa marka waswaasinayo wuxuu leeyahay waxaad leedihiin xad baanu ku taagannahay waa kan oon baad u dhimanaysaa janaabana waad ku tukanaysaan markii aad oontaano biyaha qoladaasi idinka celiyaan oo idin diidaan idinkoo ooman bay idin jarayaan oo waxay qabtaan iyo waxay la tagaan waxay dilaan bay idinka dhigayaan allah subxaanahu wa tacaala cabsidii hayso habeenkii caawa maxaad ku baryaysaan lahay way wada lulmoodeen magabigoodiina way wada seexdeen qof lulmooday waa qof aan cabsi ku jirin waa aaminnimo xagga alla uga timid isla markaana roobkii baa daayay markaa roobkuna intaa iyagaa areerahooda ah iyo waddaday mari lahayn buu ku daayay ciiddiina way adkaatay xoolihiina way ka cabbeen way ku qabaysteen khalaas salaadii baa weerar la qaaday wey markaa markuu nabigu meeshaa degayo nin saxaabi ah wuxuu uhi yaa rasuul allah waayo arag ahaa meeshan ma ilaah baa ku dejiyey oo markaa waa deganaanayna mase waxaan waa ra'yiga iyo dagaal dirti baad uyirtay xeel dagaal baan udeg uhi nabigu rakaci yuhi marka waa la kacay dhulkiina wuu adkaaday oo ciiddii iyo wixii way nabantay waa la kacay waxaa la degay ceel baa la duldegay ceelashii kale oo dhan baa la aasay ceelkiina darbay ku samaysteen risgaaladii biyihii sidaasay uga fadhiisteen marka marka uu gumadihiinan alla sugi leeyahay laba dhinac weeyo xagga macnawigana waa laga soo qalbigiina sugmi oo carari maysaan oo gumadihiina sugnaanaya isla markaa dhulkii aada maraysee idinla diisi lahaa waa la adkeeyo roob baaba ku da-ayda id waqti bay ahayd waqtigaas aad alla baryayteen yuqashiikum nucaasa alla lulmo idinku daboolay amanatan laajli amana aaminnimo darteed iyo cabsidoo idinka tagtay oo minhu alla xaggiisa ka ahaatay wayunasilu alla uu dejiyey calaykum dushiina min asamaai mudaaric maydhan buu cabiraya waa xikaayat lxaal baa la yidhaha sidii wax hadda dhacay oo kale yaa laga dhigaya wayunasilu alla uu dejiyey calaykum dushiina min asamaai samada xaggeeda maa an biyo uu ka dejiyey liyutahirakum inuu idinku dahiro bihi biyaha oo aad ku dahaaro qaadataan oo xooluhu idinka cabbaan oo wayuriba uu tagsiiyo markaas cankum xaggiina rijza shaydaani shaydaanka waswaaskiisa uu idinka tagsiiyo shaydaankii idin waswaasin lahaa haddaad xaqku taagan tihiin soo idinka biyale ee ooman maaha iyo waliyarbida inuu adkeeyo calaa quluubikum qalbigiina adkeeyo qalbigiinu adkaado wayuthabita uu sugo bihi biyaha laydinku soo dejiyey iyo lulmadaa laydinku soo dejiyey alaqdaama gumadaha uu ku adkeeyo cararka ay ka adkaadaan dhulkana aanay gelin id waqti bay ahayd waqtigaasi isku meel ku tacalluj yuuxii uu u waxyooday rabbuka rabbigaa ila almalaa'ikati malaa'igtii lasoo diray buu rabbi u waxyooday annii anigu malaa'igay macakum idinkaan idinla jira xagga kaalmaha hawshanaan idiin diray anaa idinla jiro guusha idinkaa helaya fathabituu suga oo calool adkaysiiya
الذين كوي آمنوا مؤمنوا بي على الأكيسي الله سبحانه وتعالى ملائكته وكل يهي أنا إذن لتر هوشان أنا إذن لقبانيا أنا إذن لتر قوشاد هليسان المؤمنين تأشيغا وحوي وعلى الأكيسي وياه سألقي وان كتوربوا ألا يلي في قلوب الذين كوي قلبي يالكوذا كفروا قالوا بي الرعب عبصبا كتوربوا الله سبحانه وتعالى لبدنا دين عن ملائكته الله صدره وملائكته مؤمنين تأوي منو على الأكيسي نأشيغي دين عكالنا قال دي قلبي قوذا عبصبا الله كتوره بالمثل ملائكته وحي أركان الصحابة وحي أركان ملائكته وحي أركان ملائكته أو نين سورة دي ليا هر سعوني سو سعود واحد يبيه مجران سو سعود كوي كلان عبصبا الله كتوره وسيع عرارين سو سعود وحي قامنين وحي صحابة أركان داد فربنان وما دح لقا قرأي ووح نبره كل عين سيرين نسعابه وحلين نبال إريانه مركا عاني قولي أد كل فتي بابنا كبيدو ملي حسين دول كي يهلا صحابة مركا توس بيو أركان ملائكة مركا قلب قولي مركا يقادين ملائكة مين كبر بردك الله نسو ملائكة ليت شوكتو دي عفصيد لما مياه شكتا مركا وأود ما تيوان الله وحولي هاي إذ وقت باي أهد وقت قال لي إذين قرقاري يوحي ربك ربك ووحيوذي إلى الملائكة ملائكة أني أنا معكم إذين كمعين إنا نهاي ونيد لكسنو الله بملائكة كله فثبتوا الكيسية السقع به فثبتوا السقع الذين كوا آمنوا مؤمنوا به كسقع دقالك كسقع عبصيدة كبئية سألقي وان كتوربوا ألي سبحانه وتعالى في قلوب الذين كوا قلبيالك هذا كفروا قالوا به الرعب عبصيدة كتوربوا عبصي ودنا عن الصحابة ولا علولة كيسية يجينا عبصيدة الله كتوري ما يسعد دقالك اسمح يقول التاني فضربوا كالقراع فوق الأعناق لقونت الدش هذا كجراعة هذه فوقه زيادة من أهل إلى لقونت الدش هذا وماذا حكون لفتو بس كعدة كسر بروليه وين أنت لقونت كسر رئيسه وماذا أنت أقول كأكسر وين فضربوا كجراعة وصفت كجراعة فوق العناق لقونت الدش هذا كجراعة قل ينو حين فوق ذا زيادة هو فضربوا العناق لقونت كسر وين زيادة دير لو ما بعنا فضربوا كجراعة فوق العناق لقونت كرك هذا كجراعة كرك كسر وضربوا كجراعة منهم قال هذا حقنا كل بنان حبنه هو نك جراع جعنته يلقوها يكور ديان يجمعها يكود قال جليان كلنا البنان وحوي أطراف الأصال هي كل المفاصل حبنه هو نن حبن كسر كجسوها قتان وحبنها وحلقو ترى كجراعون فراها كشرة لقها كشرة لقنت كشرة وحوي هو بيلينه ملك استكجد استويان الله سبحانه وتعالى فسح بوسيم فضربوا كجراع فوق العناق لقنت الدشير كجراع مدح كبروريه وضربوا كجراع منهم حق هذا كل بنان حبنه ودان كجراعه وكي صحابته مركه وحي اركيان ملائكتي والله صعته وفر دوضته وحوية ننكي اي اريانيين اما ننكي اي بدان تيسا اركيان ومضح قربيان بي اركيان عجيب ذلك عقاب تالع عقابي قال هذا عبسيدا اللي قره دي سيدا اللوغات كاذي بانهم بسبب انهم يقوا شاقوا الله الله يخلافين ورسوله ورسول كيسانا ويخلافين ومن يشاقق الله الله قفكي خلافه ورسوله ورسول كيس خلافه فإن الله ألا شديد العقاب عقاب تيسو تهي أدك تهيوي معناه وحي كاد قانتهي قفكي ألي رسولك خلافه وحوي يوال عقابي عقاب تهي لنا واشديد ما كذلك هذا وحي كدعي وحادعي كرته لين تافرها بذن نفتو إلي ديدا لغا يا بذن كان مدحا لغا شرية لليني ما كوح الله يلي دين ليه وعقاب تهي قد عيسو وخلافك الله يا رسولك خلافه سكال الله لا ينهى يوم ذلك عقابتها كل عيسى يلا انتهى الذين فسحي بأنهم بسبب أنهم يوم شاقوا الله الله خلافه أمر كي بيت ديدين ورسوله ورسول كيسى خلافين ومن يشاقق الله الله قفكي خلافه ورسوله فإن الله الله سبحانه وتعالى شديد العقاب عقاب تيسو كي عدد تهوي شقاق معنيس وحوي وأقول كلا شبطي وكلا وأقول كلا شبوي مركا الله بيت لنعوك شبن بيت لقنتهي ذلكم عقابتها انت لأيه فدوقوه ندمية قال ديه وأن للكافرين قال دانا وحوسونا دي عذاب النار النار عذاب كذا ما كذلكم تاسو دور عرابات بين نسينينا ذلكم بركان مبتكتك هدينا جملة ذا فدوقوه ينخبر قد قينا فأدونا وحي نقونيسا إسكا موقحام وحاك الله العراب كرا الأمر ذلكم حالة السداسوي العقاب ذلكم حالة السداسوي عقابت واسدا افدوقوه قال دي الدمية وأن للكافرين قال ذا وحاو سبنادي عذاب النار النار عذاب كذا وسبنادي هيه يا أيها الذين آمنوا تدكى مؤمنوا بيو إذا لقيتهم مركا لكو لنتان الذين كوا كفروا قالوا بي زحفا حالا يسوف قرقورين إياه قرقورة شذا وحالا إلى هذا
علف ربضان مركو يهي إن آية سعلان بالمودي يقو أردية إن آية سعلان المودي قرقورانية مركو قرقورتك الله دبضا لغو سقو مركو علشو قرقوران بالي وعلي شو قرقورتي حالا يسو قرقورانيا فلا تولوهم هؤجيه ديننا ألد بارد دبضا هؤجيه ديننا إن العرصان اسكبت داي حتى نبرك هؤدوهنا قماتي أقابلة ومن يولهم قفكي الدبج شيرية يوميذ ما لنتها دقورهم دبديس قفكي أجيرية إلا متحرفا إنه أحيى ليسن موياني لقتال دقال أو متحيزا أو الظلم إلى فات جماعتها لأدقال يهانينا فقد باعوا فلن نقضي قفكاسي بغضب عروك لن نقضي من الله ألا حقيسة وما هو مشؤه ينياني جهنم وياني ورمتكات كلانتان علوينها مركات كلانتان فلا تولهم الأدباع مركوا حرام يوم الزحف إلا عرروا وحرام لكن ومركي هر اللي دقالك قلع أو الله دقال لما كنن فقلك إن كنن هل دقال أنتم الله واكو كفدو ديو لبا الله بكدين مركوا حال عرر كبناني عدوكو مركوا لبا الله بيهاي إلا عرر ما بنانا من كيبا لبا نبكو آده بوارك آده لبا الله كبنيهين وأو بنانتا إلا عرره مركا متحرفا لقتال مركوا ليهاي وحي لي سنة يوم في المثل وبقى بين لين هكو صار عليها صارح بحوليها كدب من أذكره قال إيش أما قال خلوا جماعه الدجال كوتيرها يدجال كله جلية فمثلا عبد الله بن عمر وان الدول اللي يقول ميل بان الله دري مركزان صاع عرفين مدينة مركان ميت بان يحيى حنو ورينا جو صاع عرفين ميا النبي جو تي كرها مركزها هذا النيري بوي أنا تجنون وعي شيء جنون مركزه يراه يا رسول الله نعم الفرارون كوي صاع عرفين بل أنتم العكارون بود واترق عليهم ما إذا صاعرن هذا أنا الفئة مرك قف كست مال كستو مسلم جوجا هذو قفك وعرره متحيزا إلى فئة من نقطة مرك واحد بعثي مستعلوه لب الله بوحي كبدنا ولا جع على ذكره هذا يدك إسقاط كيسان دواسين المثل ما أنت خالد بن وليد هجامني صدح كم بيها ينصح المسلمين تهاي بقول كن أرهر روميو وحي في عيسور رعسن يلد قال من مالتها مالت الذي لجعفر بن أبي طالب المالت الذي لبيعه الله وحليه يا أيها الذين كوا أمنوا مؤمنوا بيهم إذا لقيتم مركا لكم لنتان الذين كوا كفروا قالوا بي زحفا حالا إسو قرقورانيا أو إسو قرقورانيسان يعني واحد قرقوران بيواجهين علوينه مركوا صعدوا فلا تولوهم هؤجيهدنين ألد بارد بدا هؤجيهدنين ومن يولهم قفكي أجيهدية يوميذ المالتا جبرهم دبديسة إلا متحرفا إنه أحيى ليسان موياني لقتال دقاء أو متحيزا وكبير أما أدنمي إلى فئة قراء فقد باع أنك نعاسي وحول النقضي بغضب عرو النقضي من الله ألا حقيسه وما هو ميشؤه ينيانا جهنموي وبئس وحاق المصير ميل لو أهداح وجهنم ميل لقب أكسده ميشا أغحوا ويان الله وحليه فلم تقتلوهم ما إذا الليني ولكن الله ألا قتلهم لاي وما رميت ما آدن قنن نبي يوم إذ وقت رميت آد قنتي ولكن الله الله رمى قنن سورة دوحي سيوب دكتي بعد وقعة بدر مركي الدقال كي لغن نقضي بافان لي سلح قلي أنا قل نكاسان دي أنا ساسان يلي وحسان لي وحسان لي مركاسان للي هاي وحبا إذن الله إن الله بأن لا يوم مركا فرصد بو ألا سي يقرقاري يما لا يسي يقر مثل ربو الله سوكان مركا إذن كتبكي إنو كلي هديت هاي وحبا ما إذن الله سيلا درت هذا قفاني نوي وما رميت إذا رميت نمتك الليلين نبي الله محمد إنتو عن طوبسة أقاضي يكس هيلي مدو والبعض علكي بدر كمدها نمان في مشركين تاهي إن دهي كقد عدد فكده نبيكم يوكو قاني نبيكم سيد السهر ولا هاي إن دهي يا كقشبي الله واك كقشبي تقدرة الله واسد لها هاي يا مدو والبعض دهي كقلش وما رميت إذا رميت واسدا فلم تقتلوهم ما أيدان لينين مركا معناها وحي تلمامي ساوحي ألا قرقار وكسية الله كم هاري أدوه هشكو أماني نوها كفاني وي يا الله سيدا كوسو رجلي يكم هذه وي معنيه فلم تقتلوا ما إذا اللين قال لي ولكن الله الله با قتلهم لي وما رميت ما أذن قني إذ وقت رميت أذن تي ولكن الله الله ما أذن يوم إن ده كجش شوي وي أدوه عيق عنده كسي لي الله با إن ده أقول شوي محمد كا لول لي محمد قال كا لو واجبي وليبلي المؤمنين مؤمنين تجنوا الله امتحانه منه حقي سبلاء امتحان حسن ونكسا والنعمة يوي وينه النعمة إلى النعمة هو امتحان وحد قال هذا اللول لا يجي والله لما يستري واللول بابي والله قاعد كاره الله بقول الدنيا مؤمنين تجنوا النعمة ونكسا سين ويا كاره وش بيهلا
الدين انت بدل كدم بيسي قال ماذا حكور قادم المعرك كل ولي سيسوى ذا اللي بي انبنى وحو الله سبحانه وتعالى نعمة إليسي قال هذا وحو الله وحا أدقوش وقهشين ليبلى المؤمنين الله إنو نعمة يؤكو امتحان منه حق سبلاء النعمة حسنة وناكسا إن الله الله سبحانه وتعالى صميع للأغوار عليم كأقوي نيادة قفل بالنيادة سيساق أقول مركز ذاتك قفانية وأنا قاعد لي أنا قاعد لي قفل بالنيادة سيساق مركز محبك قفانفة الله بأو حسابنا ذلكم حال كاس الأمر ذلكم حال السلاس ويهرت وأن الله ألنا سبحانه وتعالى مهين كيد الكافرين قال هذا لقرت هذا إيه خيانة ذي الدبن دابية ذينا كيد ضعيثون قال وحكا سهدو يسكد برهنهم هذا ضد مخلصين أي سهلان وبلغ أكان ضد مخلصين هو الله ذا أمسان ومتوكلين وهذا الله له ودين توضا كقمان قال نوع الدنيا هذا ويكاد كان يوم الله باب ضعيفنا يوم الله باب مؤمنين تلتشرة الأمر أمر كذلكم سلا سوي نعمة ذا سؤال الذين نعمي وأن الله ألنا سبحانه وتعالى مهين كيد الكافرين قال هذا لقد توضا أما خيانة توضا كضعيفنا يوم الله الله عليه إن تستفتحوا حداد نصر طلبتين فقد جاءكم وحائدين من الفتح النصر بائدين لكن لن أعكم الفسوج يسر وإن تنتهوا هداد خيبتوناتان أنه يوناتان فهو خيبتون كالدقال كالنبي كالخيبتوناتين يا خير لكم إذين خير بنا وإن تعودوا الدقال كي هداد كن نقطة إيا عسيان كي يشركي لعود أننا وحن كن نقطنا قرقار كي أن النبي الله محمد قرقاره وحال الله الله يمر كي مسلكين تسود دوليين بيك عبادة قفصنا وحيدا هذين إلهو أنك يننكا مثكي في حمقويس إله يوم مثكي في حمقويس إلهو بابي كي وناكسن لكي إلهو لبدا يدى قوله مثكي فون لكي سداس إلهي إلهي بك سبري وهذا يستعب الله إلمار مركم مفسرين تقاربا وحيليهن إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح المؤمنين تعلقوا لها الله وإن تنتهوا فهو خير لكمنا قال هذا لقوا لها الله معنى هذا مركا آد لفها من ماي مركا كل وقال هذا الكوكوجي دايو إن تستفتحوا هداد قرقار طلبتين قتل هذين إله متك يجب وناكسن وقرقار فقد جاءكم الفتح قرقار كوائدين ومتك وناكسنا بوألا وقرقار ونقول له محمد الصحابة دي سياء وإن تنتهوا هداد خريبتوناتان والدقال هي شركك كالريبتوناتان فهو الريبتونان كاسا خير لكم إذين خير بنا وإن تعودوا هداد كن نقطان مع الصياد هي الدقال كرسولك هداد كن نقطان نعود أن نوا كن نقطان نبال له قرقار كأنو قرقارين حالد السلام بينهم ولن تغنيا إذن كما كافيس إذن كما في الله عنكم حقين فئتكم جماعديني شيئا شيئا إذن كما في الله ولو كثرت هبب بدناته وأن الله لنا سبحانه وتعالى مع المؤمنين مؤمنين تماعدون الله سبحانه وتعالى وحليه هداد دباتي سوع لسان أنا نقر قاتبا النبي الله محمد سوع لنين جماعة فراها بدنا يسكو رسطين الميلو بيساقي لكن ستين كراك استبهالاتين وحدين ترميسهم قرقار قال لي كما هرتين كرتوان ولن تغنيا كما الدقيس عنكم حقين فئتكم جماعتين فرها بدن شيئا شيئا كالدقيق ميس ولو كثرت هبب بدناتين وأن الله الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين مؤمنين تمعوا بالنصر والعز والقرب تاغين يا أيها الذين آمنوا تتكى مؤمنين تاهوا أضيعوا الله الله أضيع ورسوله الرسول كيس أضيع ولا تولوا هجيت سنين تتولوا عنه عن أمر الرسول عن إضاعة الرسول هكذا التنين وأنتم يدبون تسمعون هذا مغليسان إذن كون نبي قال دواء قيسي هذا الكيسي وعد قيسا مغليا لا عدي سهدي دينو في هدينا مغلي نون دخول كان ملكا لتشوغان وعبد بها تمال إذن كون مغليو هذا الكي أوامرت النبي قو فلي أوامرت النبي أوامرت ألا فلي ويان ممنين تصدع ساسارا وعلا وحي أكوتها ليو الدينية أمورها كلاو يعني عادقة ودنيا دي وحا كسابسا ولا لا تلين كرا نبيك ولا لا تلين كري لكن شيء الدين هي أوامر النوع عاسي وحي لقال ما تلين كرا ولا قل راعي وين يا أيها الذين آمنوا ذكا مؤمنين تاهوا أضيعوا الله الله أضيع ورسوله والرسول كي سنة أضيع ولا تولوا هجيت سنين عنه عن إضاعة الرسول رسولك أضيع عديسة هجيت سنين والحال أنتم إذن كنا تسمعون أدمغ ليسان ولا تكونوها أهاننا كالذين كوي أوكالي واليهودي قالوا لي سمعنا مقلي دواق أهان وهم يقولون لا يسمعون من مغليان ومفهميان من مغليان معنى هذا هو سيدي وحا المغلينين وكالي
bay u dhaqmayaan oo ma fahmayaan way kuwaas oo kale kamid ha noqonina leh waa yahuud baa sidaas ahayd waxay yidhaahdeen waan maqalay laakiin diidne bay yidhaahdeen nabi ilaah muuse waxay ku dhihiin soo dagaalan adiga rabbiga anugu halkaan sii joogaynaay soo dagaalan bay ku yidhaahdeen walaa tatawallaw walaa takunuha ahaanina kaladiina kuwii qaaluu yidhi bilmatal markii hore nabigu waa la baryayey markii hore lasoo baxayay beder loo soo baxayay saxaabadu adeecaday muujiyeen wuxuu yidhi markii loo sheegay nabiga oo la yidhi awrtii way tagtay culweynaa idinku soo aadan buu yidhi bal tali abubakar sidiiq baa hadlay si fiican buu hadlay waa dagaalamaynaa buu cumar bin khadaab baa hadlay si fiican buu hadlay waa dagaalamaynaa buu muqdad bin aswad baa hadlay si fiican buu hadlay waa muhaajiriin mayna markaasuu yidhi ashiiru li nabigu kuma qancin kuwa hadalkoodii markaasay qoladii ansaar baa yaa rasuulallah annagaad malaha noo jeeda nabigu wuxuu ka yaabanaa ilaa berigii hore uu madiine ay u soo rarayeen waxay ku yidhaahdeen markaad guryaha iyaga timaado unbaad maga noo tahay inta ka horreysay de annaga xilib nagama kaa saara markaa nabigu inay taa ku talagashan yihin buu ka yaabanaa markaasuu yii annagaad noo jeedaa buu yidhi sacad bin cubaad nacam buu yidhi yaa rasuulallahi nawad bay yidhi meeshaa doonta haddaad badda gashay waa kula gelaynaa bay yidhi dhihi mayno sidii nabi muuse qoladiisi ay yidhaahdeen maqallay laakiin ku yeeli mayn soo dagaalan aad ku raaci mayne anagu waa kula dagaalamaynaa bay yidhahdeen markay idaacadii ay saxaabadu muujiyeen walaa takunuu ahaanina kaladiina kuwii oo kale qaaluu yidhi samicnaa maqalay wahum yaguna laa yasmacuuna aan maqlayninoon macnaha fahmaynin ina shara addawaabi dhul socodka ka ugu shar badan cind allaahi alla agtiisa assummu ka dhagahala weeye albukmu oo aflaawoon hadli karaynin alladiina kuwa laa yacqiluuna waxba aan fahmaynin waxaa ugu shar badan waxa dhulka dushiisa socda kuwa dhagahala oon hadli karaynin caqligaan aan lahayn ilaa haddii dhagala yahay hadlina karaynin laakiin caqli uu leeyahay wuxun buu samayn ruuxaas ishaare iyo waxbuu samayn waxa weeye waa dhagala yahay ma hadli karo caqlina male marka gaaladaa sidaas waxaa adduunka waxa dhulka dushiisa socda ugu shar badan gaalada waa dhagala yihiin xaqa kuma hadli karaan caqlina maleho garashaba maleba xoolahaba ka caqli badanba ina shara addawaabi dhul socodka waxa ugu shar badan cind allahi alla agtiisa assummu kuwa dhagahala wey albukmu oo aflaawayaashuun hadli karay alladiina kuwa laa yacquluuna haddana waxba aan fahamsanayn allahu wuxuu leeyahay walow calima allaahu alla hadduu ku og yahay fiihim dhexdooda kuwaa gaalada ah khayran khayr hadduu ku og yahay la asmacahum wuu fahamsiin lahaa wuu maqashiin lahaa wuu fahamsiin lahaa hadduu khayr ku og yahay walow asmacahum hadduu fahamsiiyo maqashiiyo oo ay fahmaanba xataa la tawallow way jeedsan lahaayeen walxaalum iyaguna mucridoona cani ilxaqi xaqa ay ka jeedsanayeen allah subxaanahu watacaala de xikmadiisa waxa weeye wuxuu alla sameeya lalama hadli kara lamana su-aala wey kuwan hadday khayr leeyihiin uu fahamsiin lahaa marka sidaa darteed khayr maleho xataa hadday fahmaan waxa weeye kuma dhaqmayna xagga kale u leexan lahayn wey marka khayr male sidaa darteed waxba looma baahna wey walow calima allahu alla hadduu ku og yahay fiihim dhexdooda khayran khayr hadduu ku og yahay laa asmacahum uu maqashiin lahaa oo uu fahamsiin lahaa samaaca qabuuli walow asmacahum hadduu maqashiiyo ay fahmaan ba xataa la tawallow way jeedsan lahaayeen kuma dhaqmeen wama yagoona mucriduuna cani ilxaqi bay ka jeedsan lahayn yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyey istajiibuu ajiiba lillaahi alla ajiiba iyo weli rasuuli rasuulka idaa dacaakum rasuulku markuu idinku yeedho limaa shay yuxyiikum idin noolaynaya markii iimaanka laydinku yeedho markii xaqa laydinku yeedho jihaadka markii laydinku yeedho danihiina markii laydinku yeedho ajiiba waclamuu ogaada anna allaha alla yaxuuluu kala dhexgeli bayna almar'i waqalbihi qofka iyo qalbigiisu alla kala dhexgeli waannahu allana ilayhi xaggiisaa tuxsharuuna laydiin siidin doona macnuhu waxa weeye haddii nabiy llaahi maxamed xaq idiin keeno oo amar iyo nahy iyo wax idiinku filan oo idiin keeno ka yeela dacaakumta nabiga keliya loo tiiriye dacawaakum lama dhihine dacaakum marka alle iyo rasuulka aqbala waxay ka dhigan tahay rasuulku wuxuu idiin la yimaad la aqbala waxaa la sheegay nin saxaabi ah ubay bin kacab hadduu ahaa ama saxaabi kale oo salaad ku jira yuu nabigu u yeelay markaa ma una jawaabin hadde salaada inaan lagu hadlin baa laisku ogaaday salaadii buu dadajiyeyo wuu yimi wuxuu yihi waryaa maxaad ii ajiibi weyn markaasuu yihi yaa rasuulallah hadde salaad baan ku jiray miyaadan maqal buu yihi aayadda istajiibu lillahi walirasuul ilaa dacakum waxiikum marka nabigu canaan kale uma yeelan marka culimmadu waxay yidhaahdeen shay waajiba adoo salaada ku jira shay waajiba waad ku hadli kartaa bay yidhahdeen bilmatal adoo salaadii ku jira ilmo ceel kusii dhacayaad meel ka aragtay war iska ilaaliyey baad leedahay sidaasoo kale culimmadu saasay yidhahdeen culimmada qaarna waxay yidhaahdeen
نبيك أمبي خاص قاعد إن له جوابه لما جواب كريه لهم الله وحليه يا أيها الذين آمنوا قوى مؤمنين تأهوا استجيبوا أجيبا لله ألا أجيبوا يالا وللرسول الرسول كريالا إذا دعاكم رسولكم مركو إذن كيارو لما يحييكم وحيد النولين دينت مركو إذن كياري إيمانك يوحو ناكسن واعلموه قادة أن الله ألا يحولي إنك لدحقلي بين المرء قفك وقلبه قلب قسر معناه وحوى يوحي وناكسن وفغو الصور دعاه مركابة كتلة لابسة محايا لقلبك أدوم حكو تدون وحالا يقول في الرد قلبك أدوم كتلة لابسة أدوم كتلة لابسة إن في الرد ملكة للعبادر وقلبك أدوم حكو تدون أدوم قلبك أدوم تخش قيس الله يو الله كاسر فيني marka macnuhu waxa weeye fikradda wanaagsan ee kugu soo dhacda qalbigaaga waxa laga yaaba in meel kale loo jeediyo horey ugu dhaqaaq baa lagu leeyahay qalbigina ma xukumin wa muqallib alqulub allah subhanahu wa ta'ala wa a'lamu gada anna allah la yahuli inu kala dhaxgali bayna almar'i wa qalbihi marka ka gaadhsiyo way inta qalbigina xaq laga leexin wa annahu alla ilay hadisa tuhsharuna laydin shirin doona hadisa laydin keen doona maxkamada laydin keen doona qofale maxkamada wuxuu la tagay wattaqu kabqa فتنة فتنة يبلاي لا تصيبن أن أصيبين الذين كوا ظلموا ظلم سمي أو منكم إذن كيدا كمذا خاصة قارهان معنوه حوي وحلو تشينا دمبغا كهر تغا دادك دمبيلا ياشا وإذن كود حسنا يمونكر كلا سمينا يا كهر تغا هداد كهر تغي ويدان إقابة دمبغا كدلتا كل جين كي لا يمدي كي كلمو يكوى ذا دعبان ونبي الله محمد باشيغا يو حوي وإذن كوى ذا دعب لكن قفوا البنية دي سيبوا قصة الله يقول لك معناه وحلوه كذا منكر كإسكا إلالي منكر يعني الدات كتيرا كقبو هدي أفكا أدوغا قبو إذا ما يشبا أغطا قوي لكن الدات منكر كإلالي كان نقطو إسكا لجي وقتو بلا يدا كافر لعيسى الله حكومي هذي كانوا يكوغاريون اللي نادي قبر رالي بأدوغا نقطو ولجي وقتان واتقو كبقى فتنة فتنة كبقى فتنة دا سلا تصيبن أن قارهان وأسيبين الذين كو إذا لموذ المسلم يومنكم إذا من خاصة قارهان إما كي بلايو تما الصالح يا صالح هو يقوى ذا دعسة وهذيل منكر كلاه مسوي أو أي معصية يدك كبلايو ذا الله إيمانه جاي أي كثر بطار ذا كمؤمنين تها هو مؤمنين تنا يكد يحتاج وياي أنا ما كقب من كرواي وعلموا أجاده أن الله الله سبحانه وتعالى شديد العقاب عقاب في سنة درنتاي معناه هو حوي في تنا ذا إسكب قبته عقاب الله كوبك سنينه هذا عقابه الله دعوه وحوي وركهر تجوه ذا كدم بيلياشا كأنت صوقفته هذا قبل كريم ويلان وقتها ما يشيء شو كانوا كيف قادوا كي يجروا ذوي والله سبحانه وتعالى.